بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليا الكسور دوادا شانل كيغا حبيب عبد الرحمن فضلا هدياتك عصبتهاي سبسكرايب تسارو قنبلي الكنفرو سي اي برامج تهد باي كسور غاران إن شاء الله بإذن الله المولى وحنكهد لدونا لح الريموت ومر والبكاء إلى لندونة إن سحرادو أي كاعد كاعدو سحر إنو قريقا أغسو قراء أذيقنا نرشا هذا أصيبه لحظة الرموض هدي إن شاء الله تعالى التي مادد سيدو كلانا آد كود داشد إن شاء الله واحد سوء أفشاريسا دمان لبا تكست أو كوغو وضو سحر كا لغو سمين أيو أما سحر كا لغو سمين قصة لحظة الرموض waxa ka sheekeynaysa gabar hadda ka hor dadka sixir jirtay waxay ku ibtilaysneed inay ummada dhameeyso oo sixirto oo reeraha kala geyso oo qof aan waxba u geysan maani walba sixir ay u sameeyso hadda ka horba waxa lagu yiri qisa la weydiiyey waxyaalihii ugu badnaa ee ku soo maray noloshaada ee sixirka aad ka sameyn kari weyday ama qof aad isku dayday إن أت سحرتيد أو سحرك أو قبان كرواي بل نوت الماء وحيث رقب الناسي سبحان الله وحيث رقب الناسي دو حق سومرته قبر عن لح شير سحر سمي لح ذا شير با وحيث رقب مركي دم وحانو قادي لح الرموض إني كد ذالي شرته وكلية لا شيء ثاني وحكا لأيس الحوكة ساري شري وأي أنا شخصياً ودي بيترواجي تنبونكوري هبلا محاد آخر ستة إلا سيدة بنابا مؤكتهين قف كان لسحرة يكا سحرة يمؤغة تاتيس واي حتى هدو سؤال كويتين يا أذيغا انتو مالي قولي قاقي بات أميالكو بواركو سؤال كويت محاسة بيسا وكويرة هذا إلا قف كان كمان في لان سينو سحر قوصة ما يعني واسي غشي قيسا وعيكر مالي مالي ماها كمي دانو التغي مركا نو التغي وحنكوري هبلا محاد آخر ستة waxay tiri waxaan ahay dadka ku dadaala lixdan arimood lixda arimood leylan wa naharan kama tagi jiray waa subaxii iyo habeenkii subaxiina waa ku soo toosi jiray gelinka dambana waan ku habaysan jiray waa ku galabaysan jiray lixda arimood waxay kala yihiin awwal shay suuratul faatiha suuratul faatiha waxay tiri waan ku dadaali jiray waa laazim jiray laakiin yaqiin iyo tawakkul ala allah ilaahay oo tala saarato ay la tibin sidoo kale سورة وحلو يقان من أوائل سورة البقرة آيات كبوه الرأي سورة البقرة وحي ترسل حين وآخر سجري قل لك أنتما وآخر سجري آياتها كبوه الرأي سورة البقرة وادكرا نسا ومن أبسط شيء وادخل سنكريس وحي كلو ترقوض كصدحات وأن لازم يجري من أوائل آخر سورة البقرة لبدا آياته دي قدن بيس آمن الرسول يلا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر قضبك أفراد وأيكود ذلك جرتي آية الكرسي من أعظم الآيات كبدة أعظم آية في القرآن وكشرته من أقوى آية ورسولك على رسولك عليه الصلاة والسلام مر والبا وكو أخر الشرقوف كستوحان وستسنك ودو حيسة مر والبا كو أخر سنجر لأنه هو آية وقل عرس قرآن كمرك لقها الله لذلك آية الكرسي كما يسنتك الشرين قال إنك وريك قال إنك الدنبه وحين توصي دير سدح ذا معوذات أربعة القلائق لعلماء ذو يرهدان قل عدب رب الناس قل عدب رب الفلق قل هو الصبح سدح شر قال لك الدمانة سدح شر الله أكبر قبل أس إنتها كما تكجر وحيتر وحمر كان أغاذي إن إنتها كد ذالي جرت سحر كستوى مسمين كروا وان سمي لكن فعلا سحر كاسوى شقي واي لح سحر بأصبعيس وكالة دوان ومدوم متكعلوسي ونوع تجديد كويها والعياذ بالله إذن انت ان حد ايدين شيغي ومن ابسط شيء وحي او فضا او ان ايدين شيغي لها وحا لغا يابا حد ان اديغا دينا عاغا كفودو تحي لكن الله سبحانه وتعالى اكتي سوي كعليس بدايه ادبي علوسي وا ايدها انت او علوس وانا انت او مهمسن مالي ولبا انت هداد اخر ستي اديغو يقين الله امسن عدوك اد كان يا مجر تا انا كو بلن قاديا اديغو انت اي بلن قاد انت غريغاغا مر ولبا كو سمي هكتاقين صبحي هكتاقين هبينكي إن شاء الله تعالى سحر كستو حتى لغو مسعس بوريسين كريو بإذن الله المولى
وجزاكم الله خيرا.